وايه هي حقيقة الامر. وهو ابو الهول مغمض عينه، اكيد كلنا عارفين ابو الهول، وده شكله وهو مغمض عينه. ظهر ابو الهول وهو مغمض عينه في مشهد غريب جدا، فازاي التمثال قفل عينه من غير فعل او اي حاجة. صور وفيديوهات كتيرة جدا انتشرت على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، وقالوا ان هم التقطوا صور وفيديوهات لابو الهول وهو مغمض عينه من غير اي تدخل في اي حاجة من البشر ولا اي حاجة. وفي بعض الناس اكدوا ان الصور دي مش فوتوشوب، وفي بعض الناس قالوا ان ابو الهول نام. بيقولوا ان في فريق راح عند الساحة وقال ان دي مش هي صورة ابو الهول الحقيقية، بل ده مستنسخ لابو الهول اللي اتصنع من سنوات كتير واتعمل عليه تعديلات وقفلوا عينه. انتشرت خرافات من المصريين القدامى، وخاصيا حول تمثال ابو الهول. فابو الهول وهو مغمض عينه دي خرافة جديدة فعلا، زي ما الناس نزلوا صور وفيديوهات لابو الهول وهو مغمض عينه على السوشيال ميديا زي ما انا لسه قايل. دي كلها صور وفيديوهات متفبركة. ازاي تمثال عمره الاف السنين يتغير في حاجة من غير اي تأثير من الانسان؟ ودي كلها حاجات الناس شك فيها. وبس.